اقول لك حاجه كابتن بركات. اتفضل يا كابتن. يعني شهاده قدام ربنا اقولها، لعيبه نادي الزمالك النهارده في اليوم اللي انا بكلمك فيه واحنا قاعدين بنتكلم حاصلين على نفس نسبه المستحقات اللي حصل عليها لعيبه النادي الاهلي. مفيش لعيب في نادي الزمالك وانا بكلمك واخد اقل من 60% من مستحقاته هذا الموسم بالمكافئات كامله. خلي بالك في فرق كتير ما خدش، خلي بالك مكافئات كامله. وده بالنظر لفترات سابقه كويس جدا طبعا. طبعا كابتن انت ناقص لك 15% على اللي هو توصل ل 75 وبعد كده ال 25% في دول بيخشوا مع الدفعه الجديده مع الدفعه الجديده. فانا بقول لك الحقيقه رغم كل الظروف اللي بيمر بيها نادي الزمالك من مشاكل وازمات وخساره بطولات، وحط تحت خساره بطولات دي مليون خط، انت عارف ان انت عندك في اللائحه بتاعتك المفروض ان انت ده في اللائحه اللي موقع عليها كل اللعيبه ان كل بطوله تخسرها من حقك ان انت تخصم 10% من عقده. انت فاهمني؟ يعني انت النهارده اللعيبه انا مش عايز، ونادي الزمالك ما بيعملش كده، ما عملش كده لغايه دلوقتي ما بيعملش كده، بس من حقه ان هو يعمل كده. الزمالك من حقه ان هو يعمل كده. في حاجات كتير اعتبارات كتير ما حدش يزعل مني، لكن انا راجل الماتشات الاهلي والزمالك ماتشات قلب ورجوله اكيد صح؟ اكيد. انا النهارده بصراحه 70% من اللعيبه ما لعبوش بقلبهم والله يا ميدو ولا بعقلهم والله يا ميدو. انا مره لعبت ماتش الاهلي والزمالك الكوره كلها قلب ورجوله والله. لا الماتشات الكبيره بالذات يا كابتن، الماتشات لعيبه، ماتشات لعيبه، ماتشات رجاله، ماتشات ان انا حتى لو وحش النهارده هطلع بالدم، انا دي ما شفتهاش في نادي الزمالك النهارده من ولا لعيب. مشكله انا ده اللي اعرفه في الكوره. انا لعبت ماتش اهلي وزمالك واحد في حياتي اتعادلنا، ما اعرفش كابتن بركات كان بيلعب ولا لا. انا فضلت اجري لغايه ما كان هيجي لي سكته قلبيه. هو كده حتى لو انا وحش اجري واموت نفسي وكل كره مشتركه اخدها، كل كره تانية لازم تبقى بتاعتي. النهارده الاهلي لما النهارده يبقى الاهلي بطل الدوري، ما حدش يزعل مني من لعيبه الزمالك، لما الاهلي النهارده يبقى بطل الدوري وكسبان بفرق عدد النقط دي ويجي يلعبك انت، فرصتك الوحيده ان انت ترفع عينك في وش جمهورك ان انت تكسب، والاهلي يكسب اكتر من 65% من الكوره المشتركه والكوره الثانيه، يبقى في لعيبه لو بالسكور ده كمان بعيد عن السكور. لا خلي بالك انا ما بكش كوره. انا بالنسبه لي في علامات معينه اللي هي احصائيات اللي هي بتبين مين ارجل، صح يا كابتن بركات ولا لا؟ صح؟ كوره مشتركه، الكوره الثانيه، الديستنس كفرد. لما تلاقي مثلا ان نسبه مثلا النادي الاهلي النهارده جريو، انا الكلام ده انا رجعت وانا جاي طب معانا كمان لا يعني لعيبه الاهلي الديستنس كفر يعني التوتال بتاع 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 معدل لعيبه الجري يبقى اكتر من لعيبه الزمالك ب 6 كيلو. ما ده ميدو رقم كبير هيحصل اما يبقى انت متحمل مسؤوليه نمره واحد. ما تحملش مسؤوليه ليه طيب؟ يعني انت فاهم اما تبقى انت متحمل مسؤوليه ده هيخليك ان انت تعمل الحاجات ديت اكتر من طب ايه اللي خلينا نتحملش مسؤوليه لما كنا بنبني طوبتين يا ميدو في الشارع ان انت عايز انت عايز تكسب، انت مش عايز تطلع مع انت بتلعب ايه؟ انت بتلعب لوحدك مع اصحابك، مفيش ملايين ما بتنامش لما بتخسر. وعلشان كده احنا اما بنتكلم انا النادي الاهلي لعبت فيه 10 سنين مثلا، شفت الكلام ده كله بعناية. يعني انا ما شفت ودخلت جوه المكان دوت بقيت بدي اكتر من اللي كنت بديه. ما انا لعبت قبل كده في السكه الحديد ولعبت في الاسماعيلي وبره وكده، انما كان مجهودي بيبقى مضاعف. يمكن انا حتى في التدريبات مثلا ما كنتش ايه قوي، لا انا بالنسبه لي كان في النادي الاهلي التدريب ماتش. ليه؟ لان انا خايف على مكاني. طيب